لا تغيير لا تصويت، هكذا يلخص محمد قراره لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب، وحال لسانه يشكو تذمره من واقعه. ما كاين حتى شي تغيير، بالعكس الوقت غادي وكتدهور. ودابا ما عرفتش ما غنصوتش. قرار امتناع محمد وأمثاله من الكتلة الناخبة عن التصويت في انتخابات 8 سبتمبر أيلول المقبل يجد صداه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تساؤلات حول الجدوى من الانتخابات نفسها، بل الدعوة الصريحة للمقاطعة بذريعة أنها لا تؤدي إلى التغيير المنشود. أعتقد أنه الوقت المناسب لإعادة النظر في الانتخابات برمتها. نطرحوا السؤال ديال فين ماشيين؟ واش هذا الشيء عنده شي نتيجة ولا غير كنضيعوا الوقت والفلوس؟ إننا يا ملكنا العزيز مقاطعون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بل إن بعضنا يطالب بالتشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية، وهذه حقيقة واقع شعبكم. النقاش الدائر حول انتخابات سبتمبر المقبل والدعوة لمقاطعتها غايتها برأي حقوقيين تعبئة الرأي العام ضد من تحوم حولهم شبهات الفساد ونهب المال العام وقطع الطريق أمام المتاجرين بمصالح المواطنين، وبالتالي بناء الثقة بين الناخب والمنتخب. مقاطعة الانتخابات في المغرب أبانت عن فشلها. التصويت العقابي هو الحل، لأن الدعوة إلى المقاطعة لم تعد يعني مجدية في مواجهة الفساد والفساد المالي على الخصوص. وفي مقابل هذه الدعوة للمقاطعة بدأت بعض الأحزاب السياسية في حملة مضادة لتشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثلين في البرلمان، فيما دأبت أخرى على تقديم وعود للناخبين لتحفيزهم من أجل التصويت. الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية ليست أمرا جديدا على المغاربة برأي مراقبين، ففي عام 2016 لم تتعدى نسبة التصويت 43%، لكن تعقد إشكالية الفساد واستمرار الوضع كما هو عليه من شأنه أن يزيد من حدة المقاطعة لانتخابات 2021 كما يقولون. عبد الحي البقالي، الحرة، الرباط.